يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بالجهاد الذي يكون بالمال؟ الجهاد الذي يكون بالمال شراء السلاح للمجاهدين وتجهيز الغازي في سبيل الله، هذا الجهاد، جهاد بالمال، الإعانة على الجهاد بالمال، بالسلاح، بالرجال، بالعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا جمع الرجل الجهاد الصحيح ما هو الفتن اللي تساعد أهل التفجير وأهل التكفير يقول هذا من الجهاد، هذا باطل، ما هو من الجهاد، هذا نقصد الجهاد الشرعي الذي يكون بقيادة ولي أمر المسلمين، ويكون على بيت المال نقص أو ما فيه بيت مال أو ناقص، فأنت تساهم في إعداد المجاهدين. نعم.